الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن القواعد أيضا من صرف شيئا لغير الله على وجه لا يليق صرفه إلا لله فقد أشرك. من صرف شيئا لغير الله على وجه لا يليق صرفه إلا لله تعالى فقد أشرك. وبناء على ذلك فمن استعان بغير الله في الأمر الذي لا يقدر عليه إلا الله فقد كفر وأشرك، لأن الاستعانة على هذا الوجه لا يجوز صرفها إلا لله. ومن ذبح لغير الله تعبدا وتعظيما فقد أشرك، لأن الذبح تعظيما وتعبدا على هذا الوجه لا يصرف إلا لله عز وجل. وعلى ذلك فروع كثيرة.